السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ مع الصحه بخير، هانيين، الله يحفظكم. اخويا انا خويا كنيتني بورقريعات الحسن، تولدت سيدي 1974 سعود 10 من الدار البيضاء. ودابا اخوتي انا يا كنت في الاول سيدي الحرفه ديالي كانت اخويا كنت تبليت بالصيد ديال البر، كنت نصيد على القنفود وقنيه، وكنت في الليل ما تمشي للدار تنعس، في اللي تمدى معاه كنت نخرج بالكلاب تنصيد، في اللي تمدى نهتت في الليل تبقى نقول تشات 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 هاتك هاو هاو. الوالده ديالي الله يرحمها قالت لي يا ودي بعد من هذا الصيد راه خايب، راه غتضرب شي نهار راه تبات تغوت في الليل. صافي وانا نبعد من هذا الصيد جيت عند خوتي، مع خوتي تيصيدوا في البحر قدام، وحنا حرفتنا البحر من بكري، انا كنت شاد البر وخوتي كانوا البحر. وانا نجي للبحر اخويا بقيت نصيد بالشامبرير، تعلمت ليه وليت ندخل بالشامبرير مع خويا وداك الشيء، الله يرحمه راه مات، وباقي خوتي الاخرين راهم حدايا، وكنا تنصيدوا اخوتي على الحوت وداك الشيء، وليت نرمي الشباك وتيجيب الله الرزق ديما الحمد لله بخير وعلى خير. وبعدت من هذاك الصيد ديال البر، هذاك الصيد ديال البر كون بقيت تابعو غنضرب، تتم غادي في اللي تتشد قنفوده والده مخليه ولده في الغار، تتم غادي بها وتي ولادها تيبقاو في الغار ولا شي حاجه، ولا قنيه تا هي تتكون والده تتشدها تبقى ولادها في الغار، داك الشيء واعر. صافي ونعطي راسي للبحر، البحر امان، بحر تصيد لي شديتي كل شيء من فضل الله وكل شيء بخير، ما فيش شي حاجه ديال ان غادي تعدى عليها ولا شي حاجه في البحر. بحر حلال، البر عنده واحد الاوقات ديال الصيد، علاش هما تيحبسوا الصيد؟ تقدر تشد قنيه وخلات ولادها في الغار مساكن بلا رضاعه بلا ولا غيموتوا في الغار. هذا هو اللي خلاني انا نبعد من الصيد ديال البر وتعاطيت للصيد ديال البحر، وتعاطيت للصيد ديال البحر وبقيت خدام مع البحر بخير ولا خير الحمد لله. ورحنا عايشين دابا مع البحر بخير الحمد لله، كل شيء مزيان، وهذه الحياه ديالي اخوت. وتنشكركم بزاف اخوت على المشاهده ديالي، ومازال الحمد لله غادي نوريكم الصيد ديال البحر مزيان، ونوريكم صيد القصاب القصابه كيفاش الا كانت واغله، وتجرب ماشي تجرب ديريكت، خاصك تدور ورا ظهرك باش تقطعت ستهرسات السناره ما تضربكش التقاله لعينيك ولا تولي ضربك شي ضربه خايبه. المهم ان شاء الله دابا نوريكم هذا الشيء كامل ان شاء الله. دابا راه الحباب تيتعاونوا معايا، والله باقي تيوريوني بشويه بشويه باش نحفظ كيفاش التليفونات كيفاش يخدموا، باش نولي ندير لكم فيديوهات زوينين ونقيين تشوفوا فيهم اي حاجه، اي صي حاجه صيدناها غتشوفوها ان شاء الله. والله يحفظكم اخوت وتنشكركم بزاف، وان شاء الله تنكونوا ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله ونتشوفوا.